السلام عليكم كديري لباس عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير على خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وكيما وعدتكم قلت لكم نهار 1/8 غادي يخرج لكم فيديو وغادي نقول لكم شنو اخر الاخبار بالنسبه للشروط اللي كتبغى ديرها فرنسا. يعني جديده كنا عارفين انهم تكلموا الحكومه على هاد الامور هادي، اذا بنا كنتفاجئوا بانها عاود ما تزيد لينا شروط جديده، حيدات كاع هذوك القيود اللي راه باقا ليها بالنسبه للجواز ديال التلقيح اللي كانت كطلبوا من الناس اللي يعني اللي ما دايرينش بي سي ار، اولا بالنسبه للبي سي ار الناس اللي ما دايرينش التلقيح لغاتهم، يعني الناس اللي باغي يدخلوا لفرنسا سواء كنتي ملقح سواء ما كنتيش ملقح الاختبار ديال البي سي ار ما بقاش مطلوب نهائيا. غير هو هذا الخبر هذا اللي خرج ماشي مفصل باش نعرفوا واش غير داخل الاتحاد الاوروبي او لا من اي دوله او لا من اي دوله، يعني في مين ما جاي غادي يحيدوا لك هذا يعني هذا الاختبار ديال البي سي ار اللي ماكش داير التلقيح. وكما كتشوفوا معايا هنايا فرنسا تقبل الدخول للبلاد دون قيود. الغت فرنسا القيود المتبقيه من يعني المفروضه لمكافحه الفيروس الكورونا على المسافرين القادمين اليها، ولم يعد يتعين على القادمين الالتزام بالقيود السابقه التي تطلب اظهار ما يثبت الحصول على اللقاح او نتيجه اختبار ديال كورونا السلبيه. وحتى يعني حتى الانسان مثلا اللي كان تصاب يعني بالكورونا وعنده مثلا شهاده بانه يعني تصاب وتعافى حتى هي راهي لغاتها. وفي حال ظهرت متحورات جديده للفيروس يمكن الحكومه الفرنسيه اذا مسافر مجددا باظهار نتيجات كورونا سلبيه قبل الصعود على متن طائره. وكما كتشوفوا معايا انا صراحه فرحت ملي شفت انا هاد يعني هاد الاجراءات هادي في عوض ما عاوتاني مادام ان ما بقاش الحالات بزاف. حنا تنشوفوا مثلا على في المغرب، ما تعطيو مثال كالمغرب بانه اللي عرف الموجه الرابعه غير مؤخرا طلعت الحالات يعني توصلت يعني 3000 حاله او 2500 حاله، ودابا راه كنشوفوا يلا واحد 400 200 حاله يعني في النهار ونزلت بوحدها يعني وما كانش وفيات اللي هما بزاف. علاش حنا غادي نوضوا وهاد الناس هادو مساكن اللي ما داروش اللقاح باننا نوضوا ونلزموهم بالاختبار ديال فيروس كورونا، والناس غادي مسافرين وكاين عنده 4 الوليدات وكاينين 5 وكاينين سبحان الله يعني 8 ديال الافراد ديال العائله وكيتقام عليهم داكشي يعني بثمن اللي هو باهظ. وفي مشكله بانه ملي كتوصل المغرب ما كيطلبوش لك نهائيا البي سي ار، ما حتى ما كيشوفوش فيها. يعني علاش هاد يعني هاد الخسران ديال الفلوس؟ هاد الناس هادو راه ما لقاوش فلوس في الزنقه، راه كيدمروا على مساكن العام كامل باش هما يقدروا انهم يسافروا في الاخر ديال العام يشوفوا والديهم. واش غادي نقول لكم كيبان لي انا هاد السيناريو ديال كورونا كامل راه هو غادي كيبان لي يعني صافا وصلنا للنهايه ديالو غتبدا بدايه واحده اخرى ديال المشكل ديال الماء والكهرباء. المشكل ديال الماء والكهرباء كما عرفتوا ان في المغرب او لا حتى هنا في فرنسا يعني بالنسبه لنا الدولتي اللي راني كنهتم بزاف الاخبار ديالهم بدا مشكل بزاف ديال الطاقه. بدنا كنسمعوا يعني على ان الدوله الفرنسيه هنا في فرنسا نخليكم تشوفوا معايا الخبر بان بداو كيديروا اجراءات على انهم باش ينقصوا من استهلاكات ديال الطاقه، بحال مثلا غير هادوك لي بيبليسيتي اللي كيشعلوا بالضو يعني على برا يعني في الشوارع العامه باغا يبداو انهم يطفيوها، اولا مثلا غادي تبقى تشعل غير واحد المده تطفى. بالنسبه حتى على المحلات الكبرى التجاريه اللي كيخدموا فيهم اما المكيفات اما هادوك يعني المكيفات للتدفئه بانه ممنوع عليهم انهم يخليو الباب محلول باش ما يستهلكوش الضوء بزاف. وحتى بالنسبه كما قلت لكم على المحطه ديال الغسل ديال السيارات، قلت لكم على حتى بالنسبه للنافورات في الاماكن العامه ما غاديش تبقى يعني تخدم يعني كل ساعه اولا واحد المده اللي هي طويله، وماشي في كل شيء غير في الاماكن اللي كتكون هي بحال دابا المطارات والمحطات يعني المحطه الطرقيه الاماكن اللي كتكون بزاف سياحيه. اما يعني الا كانت شي نافوره يعني غير في واحد الحي ولا هذا راه ما غاديش اولا مثلا في وسط المدينه ولا كذا ما غاديش تبقى انها تخدم. اش غنقول لكم يعني هذه اجراءات كتاخذ بالنسبه للماء والكهرباء. ولا بقيتوا عقلتوا على هذيك الوثيقه اللي قلت لكم انا ما عرفتش المصدر ديالها وما خصناش نطيقوها، يعني ماشي اي خبر خصنا نطيقوه والا نكونوا كنروجوا يعني الاقاويل اللي هي كاذبه او مثلا الاخبار اللي هي زائفه. قلت لكم حتى نشوفوا بعينينا. وفي هذيك الوثيقه كانوا مذكور على ان يعني من بين المخططات ديال هذيك النخبه على انهما يعني يقهروا الناس باستعمال الماء والكهرباء، خصهم يقطعوا الماء والكهرباء يعني قطع تزويد يعني المواطنين بالماء والكهرباء. انا الى عاود لقيت نقلب على هذه الوثيقه هذه لقيتها غادي نحاول نحطها لكم
في الانستغرام ديالي، غنخلي لكم الرابط هنا اللي بغى يدخل يشوف هذه الوثيقه هذه ويقراها، غنخلي لكم في بوست، وغادي نحطها لكم حتى يعني في الصفحه ديالي ديال الانستغرام باش تقراوها وتشوفوا هذه القضيه دي ديال الماء والكهرباء. يعني صراحه مني بدا هذا المشكل هذا، وانا رجعت لهذيك الوثيقه، رجعت لهذه الوثيقه وكنلقى بان فيها فعلا حتى هذا السلاح هذا ديال الماء، قطع ديال الماء والكهرباء. خبر اخر اللي معايا، المهم كلنا يمكن غتكونوا الاغلبيه لكم عارفين بان اوكرانيا صافي بدات يعني استأنفات بانها تزود يعني الدول اللي مولفه هي كدير مع المعاملات التجاريه بالقمح. يعني صافي بدات استأنفات اوكرانيا، استأنفات هات يعني المبادله التجاريه ديالها بالنسبه للقمح، وبدات كتزود يعني معظم ديال الدول اللي كانت كتعطيهم شحال هذه. وشفنا ايضا واحد الخبر اللي غتشوفكم معايا هنا بان حتى زيوت المائده، زيوت المائده بدات كتنقص الثمن ديالها في السوق، داك من السوق الدوليه نقص في الثمن ديالها، حتى في المغرب انعكس هادشي على المغرب، وراه هي يعني اما تكون خفضت اولا يلا غادي نقصوا لها في الثمن ديالها. يعني غير هاد اليوم هاد الخبر هذا اللي نزل بالنسبه لزيت ديال المائده. شوف شحال الناس كانوا كيداروا وكانوا قلت لكم انا اصلا زيت المائده خليوها لي وما تاكلوهاش اصلا، راه كلها غير سموم في سموم بالنسبه للناس اللي كيديروا المقليات وكيقليو بطاطا ويقليو الحوت فيها وهداك الشيء. يعني لا اله الا الله، يعني كنصحكم هذه غنخلي يعني غادي ناخذها واحد فرصه على اني نذكركم انكم تستغناو على زيوت المائده وتعوضوها بالزيت ديال زيت الزيتون. حيدوا عليكم دوك المقليات، حاول ما امكن عندكم طيبوا كاع داكشي، كلشي اللي بغيتوا طيبوه في المقله طيبوه في الفران، شويه قطيره ديال زيت العود هكذا في الفران وطيبوه، وحيدوا عليكم هذاك المرض ديال زيت الروميه. والله العظيم اخوتي الى مرض، انا دابا تقريبا شنقول لكم 3 سنوات وانا باش قطعتها، والله العظيم الى الصحه ديالي ما نعاودش لكم، الحمد لله من بعد ما كنت كنعاني من الام المفاصل، نعاودها لكم ونعاودها لكم مره اخرى الالم ديال المفاصل. مهم نرجعوا للموضوع ديالنا بانها نقصات في الثمن ديالها. وحتى بالنسبه للثمن ديال المحروقات راه هو حتى هو نزل، بالنسبه للثمن المحروقات نزل، وحنا شفنا حتى في المغرب راه بدا كاين يعني وصل، المهم كان وصل حتى ل 20 درهم اولا 21 درهم على ما اظن، بدا شويه 19 شويه 18 شفنا 17، وعلى ما اظن لا اظن ان راه اما 15 اما 16 واصل دابا. راه الناس اللي عايشين في المغرب يعاودوا ياكدوا لينا هذه المعلومه هذه، راه هو حتى في المغرب بدا كيتراجع حاليا. واش كيتراجع؟ حقاش هو تراجع في السوق الدوليه، لان شحال هذه تراجع في السوق الدوليه وما تراجعش في المغرب، ولا تراجع يعني بسبب الهاشتاغ اللي داروا يعني جميع المغاربه اللي كيعانيوا من الغلاء ديال الاسعار والغلاء ديال المحروقات، وكان واحد الرد ديال الحكومه او الاستجابه للحكومه ولكن غير مباشره، انهم بداو كينقصوا بشويه بشويه يمكن باش يهدؤوا الشارع العام او لا الله اعلم. حنا قلت لكم ما عرفتش انا، يا اما فعلا عاد حنا حدا الانخفاض عاد وصلنا، عاد وصلنا حنايا يعني المغاربه اللي عايشين في المغرب، عاد حنا نخافض على الدوار نخافض شحال هذه في الدول الاخرى، عاد وصلنا حنا، يا اما كما قلت لكم استجابه للمطالب ديال الشعب المغربي. ما بغيتش نزيد نطول عليكم، نكتفيو بهذه الخبيرات هذه، نقول لكم كونوا مرتاحين، الناس اللي راهما في المغرب كونوا مرتاحين، وان شاء الله ما كاين حتى شي سدان ما كاين حتى شي حاجه، ان شاء الله كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير. اللي بغى يمشي ان شاء الله في هذا الاول شهر 8 ويعاود يرجع، انا كنشوف الامور راه هي مطمئنه، الحاله الوبائيه في المغرب مطمئنه، هاد الاجراءات اللي دارتها فرنسا يعني كنظن ان واخا المغرب راه مؤخرا سمعت انه راه زاد دار رجع البي سي ار بالنسبه للناس الملقحين. اش غنقول لكم يعني المغرب حاله خاصه، ونتمنى ان شاء الله حتى هو ياخذ هاد القضيه دي من فرنسا وحتى هو يلغي جميع الشروط باذن الله، اننا نوجدوا راسنا لسيناريو جديد ديال المجاعه والماء والكهرباء. المهم بعدا نكونوا تهنينا من هاد الكورونا هذه. المهم ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راسكم، تلقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله. ما بغيتش نطول عليكم، عارف الاغلبيه ديال السيدات راه هما مع عائلاتهم في الصيف وكيدوزوا يعني العطله وكيخرجوا بالوليدات وداك الشيء، ما عندوش وقت باش يبقاو يتصنتوا الفيديوهات هكا طوالين. تهلاو في راسكم وبروفيتيو بروفيتيو بروفيتيو مع وليداتكم مع العائلات ديالكم، تهلاو في راسكم تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.